السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير دايما وهنا وسعادة. النهاردة إن شاء الله عاملكم الكنافة الكدابة بعيش التوست، وحشيها برضو قشطة كدابة، يعني الأكلة كلها كدب في كدب، بس بجد طعمها حلو خالص ورخيصة موفرة، طعمها فوق الروعة أساسا. وأنا واثقة إن شاء الله إنكم بعد ما تعملوها هتعجبكم. بصوا هي حلوة إزاي، بصوا متماسكة إزاي مع بعضيها، بصوا القشطة بجد طعمها حلو خالص خالص. نقول بسم الله نبتدي بالمكونات. اولا عندي شربات الحلويات التقيل بتاع القطايف، الشربات العادي عبارة عن كوباية ونص سكر، عليهم كوباية لربع مية، وحطيت عليهم عصرة ليمون وسبتهم على النار تقريبا حوالي 13 دقيقة قبل ما انزلهم بدقيقة، حطيت عليهم رشة فانيليا. وهنا الشربات بارد، انا بعد ما عملته سبته يبرد. هنا عندي عيش توست هستخدمه بقشرته البني، وحوالي 3 كوباية زبدة سايحة، حبيت أقل من 3 كوباية عادي براحتك، بس ما تحبوش دسم هنا براحتك. يبقى شربات الحلويات وعيش شربات الحلويات الواحد وعيش التوست مع الزبدة. ثالث حاجة الحشو، أنا هحشي قشطة كدابة. حشوة القشطة الكدابة عبارة عن 2 كوباية لبن، كل 2 كوباية لبن ليهم 2 كبار نشا، 2 سكر، حوالي 2 كريم شانتيه. الكريم شط هنا براحتك ما عندكش ما تحطيش، بس هو بيدي ريحه طعم حلو. وهاخد 2 ملعقة قشطه طبيعيه عشان تنكه الطعم. اول حاجه نبتدي بيها نعمل ان احنا نعمل الحشوه عشان تلحق يعني تتعمل وتهدى شويه. نحط 2 كوباية اللبن الباردين، لازم يكون اللبن على البارد. وبعديها 2 ملعقة النشا، 2 ملعقة الكريم شانتيه، 2 ملعقة السكر. نقلبهم كويس مع بعضيهم. اهو انا هنا حطيت 2 كوباية اللبن و2 ملعقة الكريم شانتيه و2 ملعقة النشا و2 ملعقة السكر، قلبتهم كويس خالص مع بعضيهم وحطيتهم على نار هاديه. هفضل اقلب لحد ما يتخنوا ويبقوا مع بعضيهم كده، يعني زي المهلبيه كده. اهو كده خلاص اتمسكت مع بعضيها، احط 2 ملعقة القشطه. اهو انا دلوقتي بس رفعتها من على نار عشان اقدر احط 2 القشطة، اهو 2 كبار مليانين دك. اقلبها على النار تاني شوية زي دقيقة كده، ارجعها النار تاني اهو على نار هادية، واقلبها بسرعة بسرعة عشان يعني ما يفصلوش عن بعض مدة دقيقة كده. اهو خلاص كده القشطة عندي جاهزة، انا هغطيها بفوطة نظيفة. دلوقتي بقى هروح امسك عيش التوست وافرمه واخليه ناعم خالص. اولا هما صح 10 ارغفة عيش توست. اه انا فرمت عيش التوست بالشكل ده في مفرمة الخضار عادي لحد ما بيجي ناعم كده. هحط عليه الزبدة من فوق وادعك كويس خالص مع بعضيه. اهو انا هنا دخلت الزبده مع عيش التوست المفروم كويس خالص ده، هناخد نصهم في الطاسه بس عيش التوست. على فكره انا شغلت الفرن من شويه كده والطاسه دي مدهونه، دهنت في حته زبده برضو. دلوقتي عيش التوست مسيبوش كده، افضل اضغط عليه كده واسويه. اهو انا هنا فردت نص عيش التوست وضغطت عليه بايديا كويس خالص خالص. دلوقتي هفرد عليها القشطة كلها من فوق وهسويها مع بعضيها. نقلبها اهو انا فردت القشطة من فوق كويس خالص، وبعد ما فردتها دخلتها الفريزر حوالي 3 4 دقايق بس لحد القشطة ما تستريح، عشان لما احط الطبقة التاني ما يدخلش كله في بعضه. دلوقتي نفرد بقى عيش التوست، بس في المرة دي لما نسويها ونضغط عليها بايدنا بيبقى بالراحة، بس انت لازم بعد ما تفرد القشطة تدخليها تاني الفريزر تستريح شوية، يعني حوالي زي مش كتير، يعني دخلت حوالي 3 دقايق. اهو حطيت بقى عيش التوست ده، قاعد نضغط عليه ضغط بسيط خالص كده بس
على الماشي يعني. بصوا هزاي كده بسيط خالص. دوك انا هدخله سوري هدخله الفرن على درجة حرارة 180، هسيبه حوالي 25 دقيقة، هدخله في الرف الوسطاني. خلاص انا طلعتها من الفرن، خدت 25 دقيقة والنار مشغلاها من تحت، وتقريبا حوالي 3 أو 4 دقايق النار مشغلاها من فوق، والنار الفرن كانت على 180. دوك بقى نعمل عليها العسل. اولا العسل لازم يكون بارد وهي تكون سخنة، ده بالطريقة دي هرش عليها العسل كله واوريها لكم. اهو انا بعد ما حطيت الشربات فوق الكنافة من فوق، استنيتها لحد ما بردت كويس خالص، شربت كل الشربات، وحتى خدتها حطيتها في الثلاجة حوالي ساعة، وطلعتها منها وقطعتها بس عشان ما اطولش عليكم في الفيديو. بصوا حلوة ازاي متماسكة ازاي مع بعضيها اهي. بصوا اهي، بتمنى يا رب وصفة النهاردة تكون عجبتكم، ولو عجبتكم وصفة النهاردة ما تنسوش سبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس، وما تنسوناش الكومنت واللايك. مع السلامة في وصفة جديدة.